مساكم الله بالخير. ضيفنا الليلة على الحوار على نار هادية مع عشاء على نار هادية أستاذنا وليد نصف وعبد اللطيف، عنده رحلة طويلة من العمل إن كان في قطاعات تجارية وإن كان في قطاعات إعلامية، ما شاء الله فوق 20 سنة قضاها في رئاسة تحرير صحيفة القبس، خاض الكثير من التجارب في تطوير الصحيفة، وخاض الكثير من الأزمات اللي واجهتها البلاد وتعاملت معها الصحيفة بحكم موقعها يكون أكثر اطلاع أحيانا على ما يجري وراء الكواليس، وأكثر قدرة على الحكم على الأشياء، وإن كان إحنا داشين على مراحل مظلمة مثل ما بعض الشباب مسيطر عليهم المشاعر السلبية، ولا ما زال هناك بصيص أمل بصيص ذو. مساك الله بالخير أستاذي. الله بالخير. شلونك بعد؟ الله يسلمك. الله يخليك. طيب. قاعدين مرتاحين، عزيمة بيتية وعشوة خفيفة إن شاء الله، بس عسى تحب الربيان. فيني كوليسترول شوية بس أكله. إيه ما واحدة ثنتين. أحط لك أفوكادو معاها ينزل الدهون الضارة ويرفع النافعة، وإن شاء الله يخلق إن شاء الله التعادل معها إن شاء الله. أستاذي، الكثير من الشباب يعتريهم هالأيام يمكن بحكم الوضع السياسي والتأزم والمنطقة والمرض الوبائي، يعتريهم نوع من اليأس الإحباط. تتفق معاهم تجاه هذا اليأس من المستقبل والإحباط، ولا تشوف أن في فرصة عندنا نرد ننهض ونكون الكويت مثل ما كنا قادرين ننهض في كل أزمة؟ لا، الكويت عندها قدرة أنها تنهض، بس الحكومة ما عندها محامي، ما عندها يشرح قدرة الكويت ومالية الكويت ونظام الكويت يشرحها شرح جيد. هذه واحدة. الثانية مشكلة انه هالتليفون هالموبايل هالتويتر ما يوقف ما يوقف، والصوت الغير ايجابي كثير. في ناس بس قاعدين، يعني واعرفهم وزملائي، بس قاعدين ينقدون كأنه البلد ما فيها شيء زين. بالعكس، العكس. انا تشوف امور زينه في البلد؟ اشوف هذه الامور السياسيه اللي قاعده تصير هذه مرحله وتمر. بالعكس، يمكن بعض الناس يسوي حاله ايجابيه. انا يوم الجمعه كنت متقدم مع احد السفراء الكبار، يقول احنا نشوفها حاله ايجابيه، بس البلد فيها استقرار، فيها نظام، فيها دستور، فيها محاكم ما ينخاف عليها ابدا فيها. ومقارنة بالدول الاخرى انا اعتقد الكويت اكثر امان، اكثر استقرار، والنظام يعني ما حد يحش فيه بالسر. كل من يمدحه بالسر لانه راضي وهذا. بس عكسيه هنا. عكسيه. الحش علني والمديح طبعا في الغرف المغلقه. ها ليش؟ لأن في 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 رخاء شوية. إي، وفي حالة عامة يعني اللي يمدح ينظر له بعين الريبة أو شيء. هذه عاد بالنسبة لنا أنت وأنا بالصحافة كذي فيهم. زين، استوقفتني كلمة مهمة أبو عبد اللطيف، الحكومة ما عندها محامي. أنا بالفعل ألاحظ يعني في إنجازات أحيانا تحدث وإن كانت تطول، لكن ما في حسن عرض. يعني إذا تروح الطرق الجنوبية شوف كم جسر على جسر على جسر، كم طريق افتتح، في عيوب، في مشاكل، محتاج تشجير، محتاج، لكن في إنجاز. الوزراء ليش ما يتعاملون مع الإعلام تعتقد؟ هل فاقدين القدرة ولا يتفادون النقد؟ أنا أقول لك قصة لطيفة. يلا. إيه، نبي السوالف. أنا مرة رايح أنا ومع عبد اللطيف لندن. جميل. من الكويت وصلنا لندن المطار، فتحت التليفون كان يقولوا لي
بكرة صباحا في مؤتمر صحفي لصاحب السمو الله يرحمه الشيخ صباح، الله يرحمه، فلازم ترجع الليلة. اضطريت أرجع الليلة ووصلت الصبح سيدة قسلت ورحت عند هذا، كان الله يرحمه الشيخ صباح يتخشور معي يقول لي أبوك من لندن، أنا ما أدري شلون عرف، ما أدري شلون. المهم قال لي شلون رحلت عسب انت؟ قلت والله أنا كان يمي واحد سويسري ونسني. قال لي أنا في هيئة الأمم المتحدة مال التعويضات، بس بقول لك أحسن تعويضات تينا هي من الكويت، أحسن من الولايات المتحدة. قال لي عجيب، وليش ما تكتب هالشيء؟ قلت له ليش طال عمرك ليش وزرائك ما يتحجون؟ صادق. كان يقول لي شوف أكو واحد أطول لسان من الله يرحمه ويقدم دلينا الربعي، ماكو واحد، هو يقول ماكو أكثر. لما يسار وزير سكت ما قام يتكلم فيهم. طول اللسان تقصد يعني طلاقة، طلاقة، طلاقة لسان والقدرة. إيه ساحر الربعي الله يرحمه. إيه من ألقاب الساحر طبعا، وهي رمزية يعني طبعا، يعني سحر البيان. ساحر البيان وعنده علاقات رهيبة. إيه؟ سياسي من الدرجة الأولى. صحيح. ف بداياتنا جمعتنا وياه قعدات كثيرة طبعاً. وكان رائع. إيه؟ رائع الله يرحمه. يعني أنا أعتقد الوزراء عندهم عقدة الخوف من الخطأ أمام الكاميرا. إيه؟ فعلشان ما يخطأ يسكت. هذا بصورة عامة الوزراء الحين في أزمة الكورونا. شوف أنا كثير كثير احنا ننقد الحكومة انت وانا بالصحافة، بس انا بمدح الحين، انا بقول اداء الكويت في ازمة كورونا من احسن الدول. وعن تجربة انا البيت كله صبنا في كورونا وكان خطاكم السوية. اي والله خطا كله، لكن كان اداء الحكومة ما حد يعرفني كذي انا اروح، اداء مو موجود في اي دولة. ثنتين عندنا طاحوا الأسعاف خلال 10 دقائق من البيت، عالجوهم خذوهم، يعني شيء أداء زين. أنت وين كنت خلال هذه الأزمة؟ أنا نحشت بالشالي. نحشت يا حبيبي طبعا. إيه؟ لأن يقول لك الهروب نص القدعنة. إي إيه؟ نص المرجلة هروب. إي 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 أنا أعتقد أداء الكويت في أو وزارة الصحة في الكورونا عجيب. شفت أحد مدحها بالواتساب؟ أبدا. والله في البدايات كان في مدح، في البدايات كان في مدح لما وزير الصحة يعني كان يستجيب ويعطينا تصريحات وصج تعبني على ما قبل يطلع مقابلة تلفزيونية على الهواء، لكن لما طلع رد الفعل كان رائع. وقتها يعني كان في مجموعة من الوزراء امتلكوا الجرأة وطلعوا، أذكر وزير التربية، وزير التجارة، وزير الصحة، وفي وزراء آخرين بعد يعني واجهوا وشرحوا الإجراءات. ووقتها كانت الناس تنظر لهم نظرة إيجابية كأداء حكومي، لكن بالفعل لما غاب المحامي واستعاضوا عن الكلام بالصمت، بالنهاية أنت تركت يعني وجهة نظر واحدة تتحكم وماكو وجهة نظر أخرى تتوازن معها. طبعا الواحد لما يطلع يحتاجون دورات. إيه طبعا. الوزراء، هل أنت تعتقد طبعاً الوزير القادم لازم يكون متحدث ويعرف يتخاطب مع الجمهور؟ كل واحد يحتاج دورات وما هي عيب. ما هي عيب، ما هي عيب يعني. يكتب له رئيس الولايات المتحدة يكتب له. إيه؟ يكتب له يعطيه أرقام ويطلع. إيه؟ فيهم. وأنا أعتقد كذي أنا مقتنع أن أداء الحكومة في قضية الكورونا أداء جيد. وجهة نظرك وجهة نظر الكثير من الناس معك، وفي ناس تختلف معك. في ناس وايد يقولوا ما نبي نسافر، خاف يصير فينا شيء. إيه لأن برا إذا حاشك إيش معناته؟ معناته إذا صار كل شيء بالكويت كل شيء ذاهب. تشعر بأمان أكثر. صحيح صحيح. نحول على موضوع ثاني أبو عبد اللطيف، الصحافة الورقية مو بس بالكويت ولا بالخليج ولا بالعالم العربي، بالعالم كله اليوم الصحافة الورقية تواجه تحديات جادة جدا.
شنو اللي ممكن تسوي؟ وهل هي تقترب من النهاية ولا بعد؟ شوف خليني أقول لك شنو المشكلة اللي تواجه الصحافة. إذا خذينا 10 سنين السابقة، نعم، 2010 2020 21 الإعلان نزل 73%، 63% نسبة نزول الإعلان في الصحيفة الورقية. أي. هذا 63% وين يروح؟ ما بقى منه شيء إلا 63. يروح نفس الشيء 63% لإعلانات الطرق. إيه. إيش يبقى حق الصحافة؟ تلفزيون 5، إذاعة 2، يبقى 30 و31%. هذه توزع على 14-13 صحيفة. أكبر من أكبر المؤسسات بالكويت نزلت ميزانية الإعلان من 2.5 مليون إلى 800,000، وأولهم حق لأن يمكن عندهم صعوبات وعندهم شيء فيهم. فالصحافة الورقية قدامها صعوبات مالية كبيرة جدا فيهم، منهم الإعلان يعني اللي يقول فيهم. فهذه واحدة. الثانية الشباب ما عاد يقرأ، شباب التليفون اللي عنده، فأنت شت تليفون تويتر ما تويتر لاي مو صوب الصحافة الورقية، إيه صوب الديجيتال. فأنت شت تسوي؟ أنت تروح له، شلون تروح له؟ تروح في عقر داره بالتليفزيون. إحنا بالقبس صار عندنا تحول كبير إلكتروني، وأنا أقول لك شيء، أنا هذا التحول ما لي فضل فيه أبدا كرئيس تحرير. اللي صار إيه عبد الله المضاف بوغازي، وغالي صديقنا وحبيبنا، اي هذا يعني بالمكتب قال لي انزين خلينا نطلع فاصل، اوكي، وعقب الفاصل نرجع للتجربه الالكترونيه للقبس اللي هي تجربه جميله جدا ورائعه وتستحق تسليط الضوء عليها. توقفنا قبل الفاصل عند زياره نائب رئيس تحرير عبد الله المضاف إلى مكتبك وطرح أمر ما عليك، شو اللي صار؟ قال لي أخ وليد أنا عندي استراتيجية أو برنامج بسوي نقلة كبيرة بالجريدة إلى الديجيتال، لأني أنا أعتقد مثل ما أنت تعتقد وصل حد الورقي. أي. ما يقدر يجيب ولا إيش رأيك؟ قلت سألته قلت له برا سووا؟ قال برا سووا. قلت روح أكبر روح لهم برا شوفهم سووا. أثاري هو عنده مجهز حاله، مجهز حاله إنه بيروح الجارديان. ايه راح الجارديان هالزيارة تذكرها. ايه راح الجارديان وحطوه خارطة الطريق. هي مش سحر أبدا. هي إنك أنت تسويها إلكتروني وتدمج الإلكتروني مع الورقي وتخلي لايف وتنزل الشارع وتسوي وتسوي مقابلات مثل عمار لأشخاص العالم يعني تتعلق فيهم. النفيسي لما سوى عمار معاه مشاهدات 16 مليون، شيء وأعتقد يمكن أكثر بعد أكثر. إذا بتقيس اللي سجلوا مقاطع وطرشوها فيديو كذي في أشياء كانوا السعودية مشاهدات أكثر من الكويت. أي طبيعي حجم فأنت عندك مجال جديد، روح حق الناس اللايف. إيه أنا عجبني مقولة الشباب غارقين في التلفون فنروح لهم، في ناس يقول أنطرهم يوني، أنت اخترتوا تروحون لهم. إنزين في العالم الإلكتروني وعبد اللطيف الحرية معدلها مرتفع وفي كثير من الحسابات غير مسجلة وماخذ راحتها يعني بالحركة وبنقل الأخبار وبغيرها، وقد يكون أخبار صحيحة أو مفتعلة لكن ما يعمل حساب القانون لأنه غير مسجل، بينما الصحف المرخصة و الحسابات الإلكترونية المرخصة إن كانت تابعة للصحف أو غيرها يقع عليها مسؤولية قانونية كبيرة ويغرقون هذه الحسابات بالقضايا أحيانا.
ما تعاني من قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام الإلكتروني وسلسلة قوانين أخرى ممكن يعني نحال لها، مثل قانون الجزاء، مثل قانون الاتصالات. يعني في أذكر 6 إلى 8 قوانين ممكن لما ترتكب شيء مرئي ومسموع تحال إليها. ما تعاني؟ أغلب تسجيلاتنا مسجلة، برامجنا، والمحامي قاعد. من عدلنا القانون ما تذكر سويت لي حلقة صغيرة وحطيت المحامي فيها. حطيت محامي في الجريدة بالحجرة اللي يمي، غير محامينا الكبير اللي برا. فأنا أخذت الورقي، لكن الخوفي من الإلكتروني. الإلكتروني صارت عندنا مشاكل الآن، إحنا صارت عندنا خبرة، وأغلب برامجنا مسجلة فيهم. مع هذا لقينا صعوبات ولقينا ثغرات حتى في المسجلة. المسجلة فالمحامي ساعات تطوفه نقاط، بس هذه هي الضريبة. ضريبة لا، وأحيانا حق رفع القضايا متاح يعني حق الناس، يعني مو بالضرورة أنه يربح القضية لكن يقدر يرفع القضية. بس بالورق يعني تقصد على النائب العام؟ اي، رايحين رايحين وياين على اي واحد. بس ما تحس ان هذا دلالة على وجود اخطاء في القوانين؟ المفروض يحررون الاعلام شوي. انا بعض القضايا اللي يناديني فيها النائب العام او هذولا، ان اللي يشتكي عليه ما يجي، ما يشوفه، يوقف عند شو اسمه مخفر كيفان او هذا، يدخل ويسجل قضية تكسر ويمشي على سيارته ما طفيها ويمشي. زين وينك؟ تعال، أنا الصورة اللي حطيتها هذه محطوطة في كتب وزارة التربية، أو إنه الكلام هذا منشور قبل. بس إحنا نلقى، أنا شخصيا من القضاء كل تعاون طبعًا. وكل تخدير حق مهنتنا وإحنا هذا اللي إحنا مرتكزين عليه أصلاً، أن السلطة القضائية كان بالنيابة أو بالقضاء يعني عندهم قدر عالي من التفهم والتبصر في ولا مثل ما قلت، يعني خاصة اللي يسوونها مثل نظام الحسبة، يرفع قضية وهو ما له علاقة بشيء. فأول أذكر أبو عبد اللطيف كان يندر أنه يرفع عليك قضية قبل ما يحاول ينشر رده. يعني أنا مثلا ورد اسمي في موضوع، أدق عليك تلفون، أبعث لك فاكس، أبعث لك خطاب مع محامي، أجتهد وأروح وأقول لك القصة وتأخذها. إذا أنا حرمتك من حق الرد ترفع علي دعوة، لكن إذا أعطيتك حق الرد وبكل احترام، لكن اليوم في نزوع شديد للتقاضي، ماني عارف سره سببه، هل هو جزء من حالة التوتر العامة اللي احنا نعيشها؟ اول الكويتي لما يشوفونا بالمحكمة ما يزوجونا، يقول شفناه في محكمة، في المحكمة بغض النظر. بغض النظر يا انا قوية هذه. لا والله صدق، انا 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 سامحها من ناس بالديوانية، قال يا خطب البنت، لكن يقولون شايفينه في المحكمة قبل أسبوع. الحين صارت عادي رايحين المحاكم والنيابة والتحقيقات. يعني أنا خالد محظوظ. شلون أنا محظوظ؟ شلون؟ أنا رابحت كل الجيل المؤسس. أيه. من عبد العزيز الصقر، عبد العزيز الشايع، يوسف الفلي، محمد الخرافي، كل الله يرحم الجميع، عم محمود النصوف، كلهم. لأن جيت أنا أول المؤسسين ما شو اسمه ما يوظفون عيالهم، يقول هذا شنو دارس من أمريكا ما أعرف يكاسر فيهم. فأنا جيت، والدي متوفي الله يرحمه، وعمي صار وزير، فاستلمت المكتب. فأنا صغير بالسوق، سوق التجار فيهم. ثلاث أربع سنين حطوني عضو بالبنك الوطني مجلس الإدارة، أصغر واحد عقبي بيني وبين 40 سنة. فأنا مدرسة قدامي، مدرسة. فتعلمت منها، تعلمت يعني
انه شلون ماكو خصام، ماكو احترام، شلون الخلق مال الكويت فيهم. فهذه المدرسه علمتني كثير، ومحظوظ انا في مسيرتي بعدين. يعني العم يوسف الفي الله يرحمه، ابو الفقراء بالكويت، قال لي يا ولدي تعال استلم شركه السينما، ترى احنا كبرنا. فاستلمت شركة السينما 30 سنة، سقرنا السينما من الحمرة والأندلس 1700 كرسي إلى 200 كرسي. هني أنا ودي يعني يكون عندي تعليق، بس نطلع فاصل صغير. أوكي. ونرجع على موضوع السينما ومسيرتك فيها. وعبد اللطيف، إحنا وصلنا قبل الفاصل إلى مسيرتك في شركة السينما. أنا كان ببالي يعني النقلة من السينما إلى الصحافة وعالم السياسة، هو كله أفلام بعض الأحيان. ها؟ بعض الأحيان فيها أفلام وايد الدنيا طبعا، ممارسة سياسية طبعا. دخلت في عالم السينما، شو تقول لنا عنه؟ يعني النقلة من البنك الوطني إلى السينما نقلة كبيرة. بس أنا أبو خالد بالنسبة لحياتي العملية علمني إبراهيم دبدوب الله يطول بعمره مدير البنك الوطني شيء، أنت تقدر تدير أي مؤسسة إذا تعرف تنقل أشخاص. صحيح. فأنت في شركة السينما يجيب واحد تحتك شخصية زينة فاهمة بالشغل وراقبة فيهم. في شركة السينما أنا استلمتها الأندلس والحمرة والفردوس على 1700 كرسي. معي بينما برا 300-400. السينما الواحدة، الصالة الواحدة. فيات الفنار، مجمع الفنار اللي ملك الله يرحمه جاسم المرزوق. فصار اتصال بيني وبين جاسم المرزوق، رحت له في المكتب، قال أنا بسوي سينما. ها لا، عقب البلدية أصدرت قرار إنه السينما مو من التجاري. يعني ما يشيلون نسبتك من الدكاكين. فجاء الله يرحمه أبو محمد جاسم مرزوق بيبني حط سينما. يعني قال لي ترى السينما، رحت له قلت له قال لي في وقتها كانت نقلة نوعية طبيعة السينما طبعا. 200 كرسي. قلت له كم أجار تبي؟ قال لي أنت أخذها وحط الأجار اللي إحنا نستحقه. ومشينا سوينا الفنار. بعدين الله يرحمه جميل السلطان نفس الشيء في الشرق. حط سينما 3 سينمات. صحيح. سويناهم على 200 500 300. ومشت السينما وخذت اللاين الأقرب للغربي، يعني سينمات أصغر ومتعددة، وعندك عدة عروض في نفس اليوم وعدة أفلام التغيير صار بسينما السيارات. أي سينما السيارات بنوها المؤسسين قبلي. سينما السيارات مالت الدائري السادس. أنا أذكر برمضان دق عليه عبد العزيز المشاري الله يرحمه، كان يقول لي الشيخ يابري يبيك. أي برمضان كذا رحت بسرعة، تعال رحت. كان يقول شلون سينما السيارات أداها بالدائري السادس؟ كنت ممتاز. قال نبي واحدة بالأحمدي وواحدة باليارة. ما شاء الله. قلت تامر. كان يقول روح البلدية اتصل فيهم يعطونك أرض هني وهني. ممتاز. أعطونا أرض هني وهني، سوينا سينما الأحمدي ولا واحد ياها. عجيب. ولا واحد دخل. شلون؟ ضرب ومضارب على سينما السيارات مع الدائري السادس أبدا. بعدين ودك مدير. شو السبب؟ تبين لكم يعني هل اختلاف الموروث الاجتماعي؟ الاختلاف نعم. هذه واحدة. الثانية اكتشفنا أن أيو سينما مع الدائري السادس أحسن لهم من هناك، ما أدري ليش. المهم قال لأن هي الأصل. فرحت حق صاحب سوى الله يرحمه الشيخ قابر، قلت ترى هذه ما حد يانا فيها. قالوا بعدين. قلت مالت ليهارة فكنا منها طال عمرك. مصاريف مئات الالوف. قال لا خلاص شيلها.
ومشت يعني سينما السيارات. زين، سؤال يتبادر لذهني، طبعا ليش لغينا فكرة سينما السيارات من الكويت، وليش هدمنا سينما الأندلس؟ فلوس طبعا، كان دخل ايه السينما تشكل عليها يمكن 10,000 متر سينما الأندلس، هذه ما تجيب لك شيء أبدا كمردود، خصوصا أنت مالك حق ترفع سعر التذكرة ربع دينار. كان سعر التذكرة مثل صمونة الفلافل طبعا. أي ما تقدر يعني. مرة خلني أقول لك قصة، مرة أجرنا فيلم تايتانيك، أجرناه ب40,000 دولار، وأقل فيلم أجرناه، أنجح فيلم في تاريخ الكويت، جاب له يمكن أول شهر شهرين 400,000 دينار، وكان عندنا نسخة واحدة نوديها بسيكل من سينما لسينما، وإذا دعم السيكل أو انقلب حطينا دعايات لما يتوصل. فبس ماكو دخل على السينما قليل، وكان سوق الأسهم يبي كذا، فكنا بنبيع، عرضنا على الحكومة تشتري سينما الأندلس، ما شرتها. أي. فاضطرينا نهدمها ونبيع الأرض إلى التأمينات، شروها مبالغ كبيرة جدا. أي. والحين بيسوون على الأرض، على المجمع، على الأرض حوالي والأندلس مجمع كبير. السينما الصيفي أبوي الله يحفظه يسولف لي عن ذكريات هناك في حولي، يقول كنا نحفظ الفيلم. وهو قبلها سينما الشرقية ترى، اللي تقطع بالشتاء بطرابيل. ايه. وبالصيف تصير بروحها. هاي سنة 54. أقمته في حوالي فترة كان. احنا؟ ايه. ايه. احنا طلعنا أعتقد بال55 رحنا حوالي، رحنا نقرة العثمان. أجرنا بيوت لما يبنون بيوتنا اللي بشرق الحين، الإعدال سوق شرق. بس ما كان عندكم مكان اللي هو المكشات الربيعي. لا، كان بعضهم كان عندهم أراضي كبارة أو بيت. لا، كنا نروح في نيطيس أنا أذكر. أيه؟ عندنا أرض اللي فيها معسكر الكشافة أول. روح هناك بالربيع في يوم. 3 شهور ولا مدة محدودة؟ لا، حوالي أهل حوالي 3 شهور. أي لا، إحنا نروح 15 يوم عطلة المدارس، والربيع شهرين نروح ونرجع. في يوم. إنزين، عانيت من الرقابة مع السينما أيضا صح؟ الحكومة ثقت فينا وايد وقالتنا أنتوا تراقبون، إحنا ما نبي رقابة، أنتوا تراقبون تشوفون. وكانت مسؤولية كبيرة أني أنا إذا يختلفون أي وأشوف كذا كذي، بس كانت سعت صدر الحكومة كبير في السبعينات وبالثمانينات إلى حد ما، فكانوا يفرطون يعني خلهم العالم تشوف، خل الحكم يعني الناس تحكم. وإحنا كنا أمينين مع الناس في الرقابة. اختلفت الحريات أبو عبد اللطيف بين أول واليوم حسب كلامك وايد. أنا أعتقد تجربة الكويت في الستينات المسرحية السينمائية الثقافية ما راح تتكرر. الناس غير. ما راح تتكرر. لا، الناس غير. صعب ترجع لذيك المرحلة. لا. وبنفس طريقتها ورونقها لا، الناس غير. هذولاك عمالقة في المسرح. أنا أعطيك قصة بس قصيرة. أنا وعائلتي في هيوستن. نعم. بنتي دعمت سيارة اللي قدامها، فدقت لي تليفون قالت بابا تعال بسرعة، أنا دعمت واحد عربي. بالصدفة كنا احنا بعيدين ايته. ولا من أخ من فلسطين. قلت له والله هذه بنتي دعمتك وأنا مستعد أصلح. قال شو تصلح شو؟ قلت أصلح سيارتك. قال لا، ما بدي تصليح، بدي شيء ثاني. قلت له آمر ايش تبي؟ قال أبي مسرحية على هامان يا فرعون وباي باي لندن، تجيب لي من الكويت وما تصلح سيارتي. شوف والله الثقافة. شوف مفاجأة، شوف الثقافة وين وصلت. ايه طرشت هذا ويا بودي اجعل وكذا وشي، ما يدري اني انا رئيس السينما ابدا، بس جبت له كرتون كل المسرحيات. سبحان الله، لان في عدد كبير من الفلسطينيين رابين بالكويت عاشوا فيها. ارتبطوا يعني شوف ايه شوف مجلة العربي سوت بالقزو وغير هذا،
فيهم وحتى قبل الغزو نسأل عنها وين ما رحنا ما زالت يعني ذكرى وعلم. معايير الرقابة عندك، أنا دائما ساعات أسأل مثلا شنو معيار الرقابة على الكاتب، أقول له ماكو معيار واحد، هل أنا صح ولا غلطان؟ أنا أبو خالد الشيء اللي يخوفني هو اللي ينجح، يعني لما أشوف المقال أنه يخوف ونادي واحد وأقول له ساعدني اقرأ شوفه، هذا القلق هو اللي ينجح بالأخير. أي فهني عندك اتزان صعب بين القانون والمسؤولية الاجتماعية وتحقيق الهدف اللي المقال ينجح أو العمل ينجح. شوف أنا لما جيت لما قالوا لي تعال استلم جريدة القبس رئيس التحرير، قلت أنا وين جريدة؟ لا يا معود، والله أذكر الخال عبد العزيز شايع الله يرحمه، الله يرحمه، قال ماكو شغل تراقب مقال عبد اللطيف دعي بس تقول هذا يفكنا من هذا شره، قال عبد اللطيف لا يزال احد اعمدة الكتاب. اي نعم. والباقي ماكو شيء. شنو ماكو شيء؟ اي السبع للعشر. أي في يوم دزوك. اي فالرقابه ما تقدر تحط لها، يعني انا دائما مع القياده الجماعيه، يعني اذا شوف انت لما تشوف المقال عور قلبك تعرفه المقال. أي. ساعات يخشونك الكتاب اي يدس ويحط رمزيه وطوفك يقول ما في شيء. أي. ابدا وهو ما شو ما في شيء. أي. كله منقب فانادي واحد ودافنها هالكم الداخل انادي واحد اثنين ثلاثه يقرونه معاي وكذا وكذي فيهم، بس وليد مسؤوليه كبيره جدا، يعني انت من السبع بالبيت للتسع هالتليفونات احتجاج، ايش فيك علينا ايش فيك علي؟ والله ما اعرفكم انا، او يعني انا هالمقال نزل وكذا كذي بس يعني المسؤولية حلوة فيها متعة وفيها تغيير وفيها هم، يعني ساعات شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع تجاه الناس، في 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 شغف حلو بالموضوع. يعني أنا يعني مكثر أنا لما أمشي بالسيارة خالد أفكر أفكر طالع من الجريدة رايح الجريدة، وبعدين أنا كلها أدعم ولا إيه بس ما ادعم دعمات كبيره هذا اللي طق تدعم قاري التليفون ها اذا تدعم شايف التليفون شايف الكتابه بعد الان الرساله فادق المتجر بس انا شو اسوي؟ انا حاط لي 200 دينار ومخباتي انزل معالجه فوريه انا غلطان اسمح لي كم تصليحه؟ قال المتجر ب 20 ايش دراه مو ميكانيكي؟ لا اذا شبخوا المتجر نبدل المتجر كله. شوف بالعيد يا بالعيد بامريكا نفس الطريقه بالكويت بالعيد دعمت لي واحد مصري نزل دعمت وكذا نستنى الشرطه، الشرطه لما يجون ايش بيقولون؟ إيه؟ يقولون انت غلطان، انا الحين اقول لك انا غلطان، كم تصليحه؟ قال 60 دينار، وايد ما طلعت 60 واعطيته، كان يرجع لي، قال لا كثير 60. هذه 40، بس انا بقول لك شيء، انا شايفك وينك في، انت وين تشتغل؟ ايه قلت والله انا ما ادري على باب الله. مواطن. إيه؟ قال لا انت ممثل برمضان طلعت بمسلسلات. اوه قلت وصلنا خير حتى فشنو هذا الصحافه، يعني انك انت قلق مستمر في هذا. انزين شلون القلق مع عمار تقي؟ اول شيء القفزه النوعيه اللي في البرامج اللي قدمها يعني من رائعه. شوف انا اعتقد هذا شخص غير عادي عمار. شلون شخص عادي؟ يحضر حق ضيفه، يقرا كل شيء عن ضيفه، عرفت شلون؟ لما راح حق السعوديه يقابل شو اسمه؟ الامير تركي. امير تركي قال حلقتين. عطاه 20 حلقه وعقب شهر قال له ترى انا بروح برلين وبيي تعالي عقب فيهم. ف
الضيف يستمتع معه، يستمتع لأنه يدرسه دراسة كاملة. متابع يعني طريقته، يدرس ضيفه دراسة كاملة ويلم بكل التفاصيل، ويقضي معاه ساعات وساعات تسبق التصوير. تحضير، انك تحضر وتحترم ضيفك وتحترم الجمهور. عندكم هدف انتشار عربي وعالمي، احنا وصلنا حق الاغراض، وصلنا حق قناعه الانتشار العربي قاعد يفيدنا اكثر من المحلي. فلهذا ضيوفنا الحين عندنا ضيوف جايين بالطريق مهمين جدا. اي، لان انا ملاحظ مره السعوديه، مره العراق، مره ما استبعد ايران. إيه؟ ما لا صدتها انا زين والله فكره. قطر رايحين احنا الحين. إيه؟ في بعض الشخصيات الكبيره. إيه نعم، فيهم لبنان بنفتتح عليها فيهم، بس بس مشاكل طبعا مثل فايق. ما قلت يعني اللي بينجح لازم تخاف منه. فايق الشيخ علي سوى لنا نجاح كبير ومشاكل كبيره. إيه؟ طبعا طبعا، ما كان عندنا القدره على ان نراقبه في الوضع العراقي المحلي. أي. فيهم فافترضت حلقه، افترضت كلمه، افترضت كذا. أي. فيهم وعد بالكلام طبعًا. فايق الشيخ علي صعب يعني. طبعا، بس نسبه المشاهده كبيره، عاليه جدا، عاليه جدا. خلينا نطلع فاصل وعبد اللطيف نريح شوي ونشرب ماي ونرد نكمل. يلا يعنى يعني. ها تفضل. شلونك مع الطباخ ابو عبد اللطيف؟ كلمك طباخ ترى. لا والله صدق عمري ما سمعت انك مهمتك صعبه. اوه لا يعني هذه قفاز التحدي هذا. اسمع اسمع ولا 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 اطبخ انا مكبوس وما هذا لحم دياي، هذا حق الطبابيخ. انا طلياني وتاي. طلياني؟ نعم. وتاي يعني ملك في الجرين كاري. عفا عليك. اوه تصدق انها من رد كاري، من الوجبات اللي اعشقها الجرين كاري. ايه انزين، نسوي لك شوية لبيان. ترى الربيان يحتاج دقيقة أو دقيقة ونص. بالضبط، أنا مثلك من أنصار السرعة في التعامل مع الربيان. بس بعدين لا تسأل ربعي عني أنا طباخ أو لا، ترى بيذموني. صدق؟ أي نعم. حلو. لأن ودي أسوي لك سندويشة على السريع. شتكون سلمك الله. ترى المطبخ التايلندي عجيب جدا. أفا. وراقي وخفيف بالأكل. شلونك مع الملح؟ ملح في نظام بس كله واحد. يلا شوف عندي انا ايدك ما تحكك عبد اللطيف، ما ودك تتدخل. ما عندي قفشه، ما عندي شيء، عطني بس. ها؟ عطني عشان اقلب معاك. اي والله. شو تفضل، خشب ولا هذه حلوه؟ شوف اختيارك اختيار طباخ. وانا في هذه الاثناء راح ازهب شغل. لا 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 يحرق لك. تبي هذه؟ بارده بارده. ها؟ فينا. هذا السور كريم. صدق انا محبوب، انت بالحلقه كنت تقول انك محبوب. محبوب لي يعني انا قعدت. انا محبوب لانك حطيت ايدك معاي. الله يسلمك. انا اقصد بكلمه محظوظ انه عشت مع هذول المؤسسين اللي عندهم خلق. ديوانيه خالك هلا عبد العزيز شو؟ إيه. إيه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. كانت هم يقولون يعني روادها ربعي ومجموعه من ال حط لك شوي خضره. إيه؟ ها؟
كانت الديوانية معروفة يعني بروادها وجوها و... استفدت منها؟ نعم طبعا، لأن ديوانية الشايع تفتح الصبح. اللي قليل من الدواوين يفتحون الصبح. اي ومشكلين تنوع، تنوع فيها. و... وكان فيها قبل الخال صالح الشايع، الخال عبد اللطيف، الخال عبد العزيز، كلهم ثقافات مختلفة فيهم، ففيها نقاش تبي بدل ايه حتى وثقافة. يعني هو دواوين الكويت مكتبة، المكتبة النقاش اللي فيها مو مثل الحين، شو الأخبار مع الأخبار، كل واحد يجيب تليفونه. النقاش ميزته انه يغذي العقل، مو بس تتلقطه من طرف واحد. وخالد ترى خلاص والله بعدين خلاص طبختنا اليوم صاروخيه عنك اذا تبي. بختم وعبد اللطيف انا ليمون، ها شويه فلفل من المطابع. لا ها؟ لا ما هي المطابع. شوف المنظر. أنا أذكر ديوانيتنا قبل بشرق. إي. اللي مع المتنبي، اللي مع بنواس، اللي مع يعني تحس ثقافة، ثقافة. عدلة. شعر وأدب و... يمكن المجتمع اليوم صار وايد قاسي أبو عبد اللطيف علينا، يعني ما يعطينا فرصة أن نعدل مزاجنا، ماكو شيء على رواق، كله سريع سريع سريع. صار مادي المجتمع، ها؟ صار مادي؟ إيه أنا معاك. إيه أنت قاعد تعالجها ب200 دينار. صح. يا زت لي أنا بعتمد هالمنهج، بس إن شاء الله ما نسوي حوادث. هذه الطبخة أقرب للجو المكسيكي. إيه بس ما فيها بهار مكسيكي فيها. يعني الأفوكادو مع إيه الأفوكادو الخلطة هذه. إيه بس أنا تعطيك كل. عجبني البقل. ايه في الربيان اللي اول انا ولا شفته ولا سمعت فيه، احب ولا قريت عنه. البقل في ان شاء الله يضبط. يضبط. انا احب الريسايكل. لا لا المفروض كنت احط فلفل بارد وكذي. لا لا بس البقل زين، لقيت البقل مع البصل مع هذا هيعطينا جو حلو. ها تلوت يا صمونتك بما انك طباخ. شوف الكاميرا، شوف شوف شوف. يا سلام ماكو قرطاس شيء، اعطونا ماكو. اعطيك يعني مش قوي سوري، بس انا عن نفسي راح. سمعت منك سالفه مره عن موضوعين، لبنان وتكسير العلمين. ايه ايش علاقتك بلبنان؟ أنا لبنان رحت 66، رحت 67. عقب قعدتي من هذا كان عندنا اتحاد طلبة، يعني أحمد النفيسي وفيصل المطوع أذكر، وقالوا لي تعال بك تصير رئيس. وكان أحمد رئيس اتحاد طلبة. إي كان لبنان؟ بلبنان طلبة وايد بلبنان، يمكن 800 واحد. قلت أنا توني جاي يا معود، ما خذيت نفس. قال لا أنا بيك. صرت مرة من المرات دق عليه العم الله يطول بعمره محمد العدساني، كان سفير هناك. قال لي تعال احنا عندنا واحد فنان وكذا وكذي قاعدين عندنا على الغداء تعال. رحت عند العم محمد سفير، كان سفير الكويت. ولا فنان كويتي والله نسيت اسمه ما ادري منه. قال هذا تقدم يبي تودي عند فيروز. بريت فيروز بالحمرة. قلت ان شاء الله. مريت عليه
ورحت لأوبريت اسمه أوبريت الشخص، يبتدي 9:30 هذا. المهم تأخرنا، جينا 9:30 إلا دقيقتين. قلت له ممكن تذكرتين فيه؟ قال مليانة بس في عندنا تذكرتين، اصبر شوية إذا ما حد هذا نعطيك إياهم بالصف الأولي. خاشينهم حق الفي آي بي. والله قال لي يلا على 25 ليرة تذكرتين إذا قعدنا. والله زمان 25 ليرة اليوم ما تجيب لك ربع حبة فلافل. وكانت بيننا وبين فيروز والرحباني متر كلش، وكانت تغني فيروز في معنى بندورة، في معنى بندورة، هي بياعة عربانة تبيع بندورة، تصرخ تقول في معنى بندورة جبلية البندورة، الله. لا مرشوشة ولا مخشوشة، من الجرد البندورة، الله. وتغنيها بشيء هذا اللي يمي ما وعيته إلا انتفض، كان يقول الله على السيكة، السيكة مقام. مقام هذه فيروز التفتت، قال شو عجبك السيكة كذي لايف؟ هذا مبهت تشتاش أبو عقال ويتحكى عن السيكة. صارت الاستراحة ولا واحد جاي قال وينو تبع السيكة؟ قلت له هذا مو أنا مالي شغل. قال الست بدها إياه. أنا بعد من القافة قمت معها قالت لا أنت عود، الست بدها بس تبع السيكة. راح له بحكم ما رجع. قلت له السالفة شو السالفة؟ قال شو عرفك إني طلعت أنا للسيكة من مقام لمقام؟ والله برافو والله العظيم. خذوا يتكلموا يعني واحد كويتي سنة 67 يمكن 69 طلع وقدام هالأخوين الرحباني ويقول لهم قام كان يقول الله على السيكة صاد نقلة المقام. فبيروت بيروت الشارع ثقافة بكل محل. جميلة جميلة. يعني أنا تعلمت من الشارع في بيروت أكثر من الجامعة. الله والله العظيم من الناس. والشارع يعلم ترى الناس والتجارب شيء. وبيروت فيها شيء، كانت فيها أمان، أمان الشخصي يعني. الحين مفقود الأمان، ها؟ مفقود كل شيء. أنا أعتقد إنهم ماكو دولة خربت مثل بيروت. مع الأسف نتمنى لبيروت ولبنان الجميل العودة. ونشكرك شكرا جزيلا على هذا هذه الأمسية الرائعة والقعدة الحلوة والسوالف الحلوة والإسهام الجميل. مشكور على هالسندويشة الحلوة. الله يسلمك. ومشكور أنك استضفتني. وأنا متفاجئ أنك طباخ درجة أولى. مشكور يا أبو عبد اللطيف، ولازم الوعد آكل طبخة من طبخة. فعليك حلة البركة. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. مشكور. شكرا. ومشكورين وحياكم. أمان الله.